نروح بقى لإسكندرية وتحديداً افتتاح بطولة الإسكندرية هنا للياقة البدنية اسمها ستريت ورك اوت اللي نظمها الاتحاد المصري لرياضات الشارع. ده كان بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بنين جامعة إسكندرية. دي كأول بطولات بقى المحافظات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية. فعاليات دي خليني أقول لحضراتكم كانت بحضور البطل يعني بيج رامي بطل مستر أولمبيا وعدد كمان من أبطال مصر المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2021. خلينا نروح نشوف التقرير ده ونرجع نكمل. أنا سعيد النهاردة طبعاً بمجموعة ممثلة من أبطالنا الرياضيين اللي بنعملهم نظام رعاية موازية. النهاردة نشوفهم وكمان بيج رامي الإرث المصري الكبير جداً في رياضة كمال الأجسام للمحترفين اللي شرف لها وأبى إن هو ميداليته تروح باسم حد تاني غير مصر. كمان احنا موجودين في مهرجان كبير جداً للستريت ورك أوت أو رياضة الشارع اللي افتكرناها طبقاً لرؤيتنا واستراتيجيتنا في التنمية الرياضية بصفة عامة، لكن طورناها في هيئة اتحاد نوعي. اتحاد نوعي يعني الوزارة بتعملها وبتنشئها هذه الاتحادات أو الاتحاد النوعي عشان تحقق أغراضنا وأغراض الدولة. فبالتالي رياضة الشارع من الرياضات المهمة اللي احنا مهتمين بيها وانشرها علشان الشباب المصري يهتم بالبنية الجسمية بتاعته في ظل مجموعة من القيم: اللياقة البدنية، القوة، السرعة، الرشاقة، المرونة، قوة ملمذة بالسرعة، السرعة الانتقالية، التحمل وغيرها من العناصر والتوافق العصبي العضلي اللي بنشوفه بشكل ممنهج في هذه الرياضة. الحمد لله دلوقتي وصلنا لمرحلة التأهل، يعني الحمد لله تأهلنا، فاضل لنا بس محطة واحدة إن شاء الله في 2021 شهر 5 إن شاء الله. أنا مسافرة جورجيا، عندي هناك دي آخر مرحلة للتأهل أصلا من قبل الكورونا وإحنا متأهلين، لأن إحنا عشان نوصل لطوكيو في محطات لازم نوصل لها. فكان عندنا بطولة عالم في كازاخستان، وعندنا 2017 برضو بطولة المكسيك بطولة العالم. كازاخستان دي كانت 2019 وتأهلنا في نيجيريا في 2020، فاضل لنا محطة واحدة في 2021 اللي هي ان شاء الله في جورجيا، ويكون كده الحمد لله استوفينا كل التأهل وان شاء الله ندخل طوكيو ونعمل ان شاء الله ميداليات وانجازات تفرح الشعب المصري. الاستعدادات دلوقتي انا معسكر داخلي في المركز الاولمبي في المعادي، فبستعد بتمرن، يعني ده بتمرن الصبح وبتمرن بالليل، بتمرن تمرينتين لحد ما اشارك في معسكر خارجي بره وبطولات خارجيه. والخطة بتاعتي محطوطة من الاتحاد ومعتمدة من وزارة الشباب والرياضة، مستنين بس التنفيذ وإن شاء الله يعني ربنا يكرم في اللي جاي. احنا في معسكر مغلق في المركز الأولمبي في المعادي، بنتمرن 5 أيام في الأسبوع، بنتمرن يومين في عفوا مرتين في اليوم، ما بنتأخرش، ما بنتواناش، واللجنة البارالمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة دايما في ظهرنا، وان شاء الله دايما نكون عند حسن ظن الناس باذن الله. الفتره اللي فاتت ديت كانت صعبه جدا، ان احنا كلها تمرين اعداد داخلي ومفيش طبعا في مصر اللي هو نلعب ماتشات وكده، لان احنا عندنا في لعبه المصارعه برضو مفيش عدد بنات كافي ان احنا نقدر نعمل منافسات داخليه على الاقل، فكنا كل اعتمادنا على الشغل البدني، وطبعا بنقدر على قد ما نقدر ان احنا نعوض ان احنا نشتغل ماتشات. طبعا احنا فاضل لنا اخر محطه في شهر 4 اللي جاي للتاهل بتاع الاولمبياد، ان شاء الله دي مضمونه باذن الله لانها بطوله قاريه، بطوله افريقيا يعني، وان شاء الله احنا نكمل ومستنيين ان شاء الله طوكيو عشان ده الهدف الاكبر اللي احنا نحقق نتيجه فيه. حاجة لطيفة جدا الحقيقة، وفكرة الاهتمام يعني حتى بص العنوان لوحده رياضة الشارع، انت عارفة دي حاجة ممكن تخدم آلاف من الشباب اللي هم مش مشتركين في نوادي بشكل نظامي، مش بيلعبوا ضمن إطار فريق معين. انت اكيد برضو لاحظتي الحكاية دي برا كتير بالذات في أوروبا، يعني بتلاقي بين كل مجموعة بلوكات عمارات لازم تلاقي ملعب صغير، صح. تلاقي حتى لو مثلا مكان على الشاطئ تلاقي بيتش، تلاقي جيمس، صح. لطيف ان احنا نهتم بالحاجات دي. انا بتفق معاك جدا، وكمان فكره ان بيج رامي يبقى موجود ده
او دي لفته حلوه جدا. صحيح. انت دايما لما بتحط رمز الناس او شباب كتير بتشوف ان هو قدوه، ده بيشجع، ده بيدي كده احساس ان في فعلا اهتمام حقيقي، ولفته حلوه منه بصراحه ان هو يكون موجود في فعاليه زي كده. فكويس، يعني انا شايفه ان على فكره في حاجات جديده المجتمع ما كانش يعني مألوفه بالنسبه له، ابتدت تتغير والثقافه ابتدت تدخل احسن منها. على سبيل المثال اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي الاهتمام بالرياضه بشكل ان انت حتى لو في الشارع ما عندكش جيم ما عندكش امكانيات تقدر ان انت تمارس رياضه. فحلو، انا عاجبني اللي بيحصل. وتقريبا بصراحة. كل يعني كل كام يوم لازم يكون عندنا خبر ما عن فعاليه رياضيه بعيدا بقى عن النوادي بشكلها برضو المعتاد، يعني فكره ان اهتمام ان الشعب كله يمارس رياضه، مبادره دراجتك صحتك، مش عارف ماراثون ايه فين، حلو ده يعني. صح. عارفه كانك بالظبط بتعملي ايه، انا هوند كانك بترمي طوبه في المايه الراكده فبتحركي الكسر المعتاد، حلو ده.